قبل اعلان دولة لبنان الكبير شكل البطرك لحويك، وهون يسمعوني منيح، فريق عمل مهم من مفكرين ومحامين من المسيحيين ومن قسم كبير من اللبنانيين على اختلاف توجهاتهم العروبية أو القومية اللبنانية. وهالتشاور نتج عنه لبنان الكبير يلي كان كان للموارنة دور كبير بتأسيسه. المنطقة اليوم عم تتغير. مين عم بيفكر بدورنا بخريطة النفوذ الجديد؟ مين؟ مثلا ليش اليوم ما بيعمل سيدنا البطرك ذات الشيء مثل ما عمل البطرك لحويك؟ ليش ما بيدعي جامعاتنا لتفكر معنا ونعطيها كلنا المعطيات يلي بين ايدينا لنقدر نفهم واقعنا ومصلحتنا كمسيحيين وكلبنانيين؟ وما لازم تكون عملية التفكير مرتبطة بأحداث محدودة زمنيا، يعني مش يوم نعمل اجتماع كرمال انتخابات رئاسية ويوم كرمال البول، لازم تكون تفكير على 50 سنة لمئة سنة لقدام، ليكون بين ايدينا قراءة علمية حقيقية بتحرك الحوار بيناتنا وبتنقله لمستوى المرحلة الحاضرة والمستقبلية. اي اختلاف بالرأي او بالرؤية ما لازم يكون سبب للخلاف أو للإلغاء أو للتخوين، بل حافظ للحفاظ على التنوع والغنى ودورنا الإيجابي.